هم رح نحكي عن الانفصال، يعني من الحالات اللي كثير عم نسمع عنها بالمجتمع. على فكرة نسبة الانفصال بسوريا تجاوزت 40%، حالات الطلاق من كل الزوجات في عام 2024، وهي إحصائية جدا مرتفعة. تقريبا نص الزواجات عم تنتهي بالطلاق. ممكن تكون ببعض الأحيان هذا حل طبيعي لعدم التفاهم بين الشريكين، لكن على الرغم من هذا الشيء بتترتب على الانفصال تأثيرات كثيرة يلي ممكن تكون نتيجتها على الأطفال يلي هن الضحية بشكل كبير جدا وواضح. للأسف يا رغد، يعني اللي عم تحكي كتير بزعل، بنفس الوقت لازم نحن نخوض فيه ونعرف أكثر جوانبه السلبية والإيجابية اللي ممكن تنعكس على الأطفال وعلى الأسر اللي عم تنفصل. المعروف أنه أكثر المتأثرين بحالات الانفصال هن الأطفال، سواء نفسياً أو اجتماعياً ودراسياً، فممكن بتأثر على تحصيلهم الدراسي بسبب التشتت بالحياة وعدم استقرارهم وشعورهم بهي الطمأنينة اللي نحن تلاقينا فاقدينا اذا كان الاهل عندهم انفصال. لنعرف اكثر عن هالموضوع خلينا سوا نرحب بضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، وجدان خربطلي. يسعد صباحك. يا صباح الخير. صباح اكدت علي ان هي خربطلي. خربطلي. اهلا وسهلا فيك، نورتينا لليوم. خلينا نحكي عن تاثيرات الانفصال او الطلاق على الاطفال. يعني في زيجات بتستمر لسنوات بيكون ما في اطفال بينفصلوا، وفي زيجات من اول الزواج بيكون في اطفال وفجاه بنلاقيهم انفصلوا عن بعض. فبنسال هذا السؤال بيننا وبين حالنا، إذا أنتم بدكم تنفصلوا أو تطلقوا، ليش جبتوا أولاد؟ تمام. للأسف هو الأكثر حدا بيتأثر هو الأطفال، لأنه هن الحاجة الأساسية اللي هن بيدوروا عليها كطفل، بيدور على الأمان. فهو لما بينفصل الأم والأب بيصير عنده فقد لهذا الأمان، لهذا الاستقرار اللي هو العائلي اللي هو عايش فيه. بس أيام بيكون الطلاق هو حل مشكلة. يعني بيكون بالعكس، إذا تموا مع بعض هن عم يسببوا أمراض ومشاكل نفسية واجتماعية للأطفال أكثر من أنه لو ضلوا، يعني إذا ضلوا مع بعض حيسببوا أكثر من أنه لو ينفصلوا. صح. لدرجة في أيام بتجيكي استشارات الطفل عم يقول لأمه أو لأبوه خلص انفصلوا. فهي بتلعب دور العمر تبع الطفل، يعني نحن عم نحكي عن أي عمر، وكل عمر له بيتأثر بطريقة مختلفة عن الطريقة عن الطفل الثاني. ما بعرف إذا بتوافقيني الرأي، الطفل بحس بوجع هذا الموضوع على كبر ولا على صغر؟ أنا بحس على كبر. يعني بيستحق الواحد على صبا، يعني بلاقي حاله هيك صبية مثلا فاقدة أبوها بلحظات، شاب فاقد والدته بلحظات، قد هي بتأثر على هدول الأطفال لما يكبروا ولا لما يصغروا؟ هلا هي بتأثر بالحالتين، بس بتأثر تربويا أو حتى خزان الحب لنقول بيكون تقلقل أو نقص بفترة الصغر، بس بفترة الكبر هي التوجيه وهو الرعاية. خاصة إذا بنت بتفتقد السند، بتفتقد الظهر اللي عم تسند عليه. وبنفس الشيء بتظهر عنا مشاكل تانية لما بيكونوا صاروا هن مراهقين، بتظهر عنا مشاكل تانية اللي هي لما مثلا بيصير في ارتباط تاني لهالمراهق، أو لأنه بدهم يأسسوا عائلة، فإنه الأم والأب منفصلين، إنه يا ترى في رواسب صارت عند هالمراهقين. وبنفس الوقت إنه العيلة التانية كمان بتنظر إنه هدول العيلة منفصلين، فيا ترى شو تركت آثار. هو الشكل الطبيعي للأسرة وجود أب وأم، ولكن مثل ما حكيت ببداية الحلقة صارت نسبة الطلاق كثير كبيرة، وعم نشوفها وعم نسمع بالأجواء اللي حوالينا، وصار موضوع الطلاق حتى يعني أسهل من الأول بالنسبة للمرأة، لأنه صارت مستقلة، صارت تماماً هي معتمدة على حالها، بتقدر تصرف على حالها وأولادها، وبنفس الوقت الشريك ممكن يكون أخذ حضانة الأولاد حسب شو متفقين مع بعض. ولكن متعودين بالمدرسة نحن على الشكل التيبيكال للأسرة، أب وأم. بس نشوف طفل مثلا من دون أب أو من دون أم ربيان، في تأثير على دراسته على تحصيله العلمي بيكون ولا ما بتفرق؟ على حسب إذا قدرت الأم تعبي هذا الفراغ ولا لا، إذا على حسب إنه في استقرار ولا ما في استقرار. هلا مخرجات الحرب للاسف تركت كثير اثار على المجتمع السوري. صحيح. منه انه في عائلات فقد الاب، ابناء شهداء. تمام، ابناء شهداء. فهل ما بقدر اقول انه والله كل اطفال الشهداء حيجوا هن عندهم تاخر دراسي، او كل الحالات اللي فيها طلاق حيكون في تاخر دراسي؟ ممكن العكس تمام، وهذا عم نشوفه.
عم نشوف انه قدران الام السوريه او المراه السوريه انها تعبي هذا الفراغ او تفصل حواسه او تمام. هو توجيه يعني خلص دراستك دراستك، مشاكلك العائليه خليها جانبيه تمام، بس بدنا كمان ما فينا نقول انه نلغي هذا الموضوع، بده يتقبله، بده يفهمه. يعني كثير ناس بتقلك انه مو ضروري يدخل بالتفاصيل على حسب عمر الطفل، المفروض انه لا بده يدخل بهي التفاصيل، بده يعيش ليش، ما يكون الموضوع انه عيب وما بصير ونسكر عليه. على حسب بغياب احد الابوين، انا بحس الحاله صحيه لما بيكونوا الاهل منفصلين عن قناعه والاثنين على اتصال مباشر مع الطفل، يعني انه قدران يشوف ابوه وامه، اما هدول اللي بيقطعوا بعض هون بيكون في مشكله. هي ثقافه وبيكون في مشكله اكبر لما بيصيروا بينتقموا من بعض بالاولاد. ممنوع الابن يحاكي الاب وممنوع يحاكي امه، فانه بده ياخذ خط، لازم ياخذ سايد من العلاقه اللي صارت. تمام، وبتلاقي بيروح لعند التيتا هي بتحكي على، والتيتا هي بتحكي على اهله، بيزعلوا. فتمام بيصير في منافسه كانه، واللي بالنص هو الطفل، هو ما كرة بملعب. يعني بالنهاية هذا إنسان عنده مشاعر، عنده عواطف، عنده، بس هي مثل ما عم قلك هي ثقافة. يا ترى نحن مثقفين شو يعني مؤسسة زواج قبل ما ندخل بمؤسسة لا نحن مثقفين نعمل عرس تحكي فيه البلد بس نعمل عرس بعد العرس ما بنعرف شو بصير. وهذا الانفتاح اللي صار والترندات اللي عم تطلع، وبتحسي في ترند هلأ الطلاق يعني صح. للاسف انه صاروا يحتفلوا بصراحه، صاروا عم يحتفلوا بالشتاء بيطلقوا بالصيف وبتنزل ستوري، صارت الطلاق بالستوري ايه، وفي لها لبس معين وفي لها كيك معين وفي لها، يعني وين صرنا؟ فيعني هي ثقافه مجتمع، المفروض يكون نحن كانسان يعني كزوجين واعيين ومثقفين نحن حياتنا انتهت مع بعض، حتى الطفل كونه هو شريك بهي المؤسسه بده يكون يتوضح له انه نحن في علاقه ابوه او امومه وفي علاقه زوجيه، هي شيء وهي شيء. يعني انا صح انفصلت مثلا عن الزوج، بس علاقه الام بالولد احترام متبادل، فهو اهم شيء انك تحسسي لها الطفل بالامان. صح. اذا حاسس بالامان ممكن ما يتاثر دراسيا، لو فرضنا ما امنوا له هذا الامان فممكن هو يطلع عنده عقد نفسيه. خلينا نقول طبعاً. فلما بده ينتقل للمرحله المستقبليه، لما بده يرتبط بشكل جدي او هي ترتبط بشكل جدي، هي ما أنا كامله ورايحه تكمل مع هذا الشريك، هي ناقصه وبتعبي فراغاتها. تمام، صح ولا لا؟ فكيف بدنا نعالج هي الحاله لحتى ننشئ اطفال يصيروا صبايا وشباب بدون عقد نفسيه؟ تمام. هلا نحن اذا رجعنا لنظريه انه فاقد الشيء لا يعطي او لا يعطيه ولكن بشده، ممكن بالعكس، لانه ربي باسره مفككه هو يكون شديد التعلق، يعني مو انه والله بده ينفصل، بالعكس يكون شديد التعلق لدرجه كمان ممكن تكون مرضيه. فهو شو تاثير الطلاق على الطفل الى يعني عده نواحي تبعات وابعاد. صحيح. تمام، اهم شيء ما عم اقول لك انه نحن نعيشه بامان ونشرح له الاسباب، نفصل علاقه التربيه بالعلاقه الزوجيه. لما نحن هون عم شرحنا للطفل، وحسب ما بقدر انا احدد انه اقول لك الاطفال كلها لازم ينشرح لها وكيف ينشرح لها، في شريحه عمريه الاطفال اللي صغار كثير طبعا ما حفوتهم انا بهي القصص ولا حاشرح لهم ودخلهم بمشاكل، بالعكس انا ممكن انه بس ببساطه انه انت بتشوف بابا بالساعه الفلانيه باليوم الفلاني وبكفي، بس هو حيضل موجود بحياتك، حيضل عندك اب، حيضل عندك ام. حتى في بعض البلدان محدده انه بهذا العمر ما بيصير طلاق اذا كانت الاطفال كثير صغيره، او مثلا انه هو لانه هون في رعايه، في بس كمان بتلاقي بالمجتمعات في كثير طلاق صامت، يعني هنا موجودين بنفس البيت. طب هون مثلا لما بيكون في طلاق صامت مثل ما عم تحكي، في مشاكل كثير كبيره، في ضرب، في تعنيف من قبل الطرفين، لانه المره اليوم صايره تضرب كمان مو بس الزلمه او يعني ايه، فصار بدهم حقوق الرجال، يعني صرنا نطالب لهم بحقوق ونطلع بحلقه هيك عن حقوق الرجل. فصار في مشاكل اليوم كثير كبيره، خيانات مثل ما عم تحكي، سوشيال ميديا عم يطلعوا الام او الاب على السوشيال ميديا عم يحكوا بطريقه كثير اوفر، عم يبكوا عم يصرخوا ولا زالوا موجودين مع الشريك. فهون بهي الحاله اللي هي كثير توكسيك، حاله سميه، علاقه
كثير سيئة من قبل الطرفين، فيها تعنيف لفظي وجسدي وفيها عدم احترام لخصوصية المنزل، هل بتفضلي الطلاق هون مثلا؟ بنقول انه الطلاق افضل من الاستمرار بهي العلاقة؟ طبعا، لانه هي علاقة سامة مؤذية للطرفين ومؤذية للأطفال اللي موجودين كمان بالبيت. يعني اللي انكسر ما بيتصلح. اللي انكسر ما بيتصلح، بس ممكن إنه يترمم، ممكن إنه نحنا نساعد نطلع بأقل الخسائر. يعني خلص كعلاقة زوجية ما عاد تزبط مع بعض، ماشي، في شيء اسمه انفصال. ليش في انفصال؟ بس في انفصال بمعروف، في انفصال بشروط، في قواعد المفروض تكون محطوطة. نحن نتفق انه هذا، هي الصبية لما تفوت على الجامعة اذا انطلبت، اذا كيف بدهم يكملوا دراستهم. بس اذا نحن عاملين هن السلاح اللي عم نحارب بعض فيه، للأسف للأسف هون حيطلع عنا. لانه انا اذا الشخص اللي عم يربي واللي هو اللي منفصلين عندهم عقد نفسي، فاللي بين ايديه هون شو حيطلع؟ هو طفل لسه يعني، وهو شخصيته هشه لسه وما تكونت بشكل كامل. خلينا شوي هيك نحكي بعيدا عن الناس اللي بتقول لا عيب وما بيصير وبستحي وبخجل، ممكن طبيب نفسي يعالج الطفل بهذا العمر الصغير اذا هو متحاسس بصدمه من اهله، حاسس انه هو ناقص، حاسس انه بيته خرب او انهد؟ في عنا شيء اسمه ثقافة استشارة، في عنا ثقافة استشارة استشارة زوجية، استشارة عائلية، وموجود هذا الشيء. بس للأسف ما عنا الثقافة، يعني عنا وصمة انه والله راح على طبيب نفسي او راح لياخذ استشارة، كأنه هذا بينتقص من شخصيته ان كانت صبية او رجل. للأسف هون، لانه حتى الشريكين هون بحاجه لدعم نفسي. صح. في كثير سيدات بعد ما تنفصل بتنهار، لانه هي بتكون كل حلم حياتها او كل هدفها بالحياه لنقول هي انها تكون، وهذا الغلط، تكون زوجه فقط، ما عندها احلام ثانيه. فلما تلاقي حالها انه انحطت بهذا الموقف فبتنهار بالمره. فهي كيف بدها تكمل تربيه الاطفال؟ طيب اذا هي منهاره. نحن من المفروض قبل ما ناخذ هذا القرار المشترك، خلينا نقول يعني في المراه تخلع الرجل او الرجل يطلع من نفسه، هل من المفروض انه نحضر الاطفال لهي المرحله القادمه، نفهمهم انه الماما والبابا ما حيعيشوا بنفس البيت، حينتقل البابا لمكان ثاني الى اخره؟ ضروري ضروري. طيب؟ انه هن يتفهموا انه نحن كاثنين، مثل اذا انا عندك رفيق وخلص هو حيسافر، او هو انت بتحب هذا الرفيق اكثر من هذا الرفيق، بس هذا الرفيق انت ما لك معادي. يعني نحن مو والله صرنا بعلاقه عداء، بس نحن خلص ما بقى نقعد مع بعض، انا حارجع اقعد بهذا البيت وانت، بس هو حيضل ابوك وهي حتضل امك. وحسب الشريحه العمريه، يعني انا لاي عمر، الصغار كثير بشرح لهم بس انه والله نحن حنبعد عن بعض بس انا موجود بحياتك. حتى المفروض يكون في تليفونات اذا كان بغير بلد، يكون في تليفونات على طول، في اطمئنان، في مشاركه لكل الاحداث اللي عم تصير، ان كان والله اخذ جلاءه، ان كان اصغر طلعوا اسنانه، ان كان يعني كل هي التفاصيل. المشكله انه بنستعملها كسلاح، وبتلاقي عم تخبي كل التفاصيل، انه انا ما بيعرف شيء عن ابنه، او هي ما بتعرف شيء عن اولادها. يعني قد ما حاولنا نجمل الموضوع، ولكن يبقى الانفصال انفصال وضل صعب. نحن عم نحاول قد ما فينا، يعني عن جد نحاول قد ما فينا نخليه بسيط شوي، نخفف من وطأة أسوده على قلوب هالأطفال. فعلا هو صعب، ومدى الحياة بضل صعب. ما بدي أقول لك إلا يعني شكرا كثير لك، وعن جد شكرا لوجودك معنا وسعد صباحي وهالمعلومات الجميلة والراقية اللي الحمد لله في عندنا نماذج لأسر فيها انفصال بس بشكل حضاري. فعلا صحيح 100%، وإن شاء الله هيك كل الأسر تكون بخير وصحة وسلامة. يبعد عنهم الانفصال، والله يبعد عنهم الانفصال هيك دائما. إن شاء الله الأطفال يربوا ببيئة صحية وسليمة. شكرا كثير.